السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم طبقنا اليوم بعمل البايلا بالجمبري على الطريقة الإسبانية. إن شاء الله تنال إعجابكم. لا تنسوا تعملوا لي لايك وتبدوا إعجابكم بهذا الفيديو. إن شاء الله يكون فيديو مميز وإن شاء الله يكون على حسب طلبكم وإن شاء الله ينال إعجابكم. لا تنسوا تعملوا تكتبوا لي بالتعليقات ايش رايكم بهذا الطبق. على بركه الله حنبدا طبقنا اليوم. الاشي حابه اسوي ان شاء الله على بركه الله مرقه الجمبري اللي حعمل منه الرز. هنحط شويه زيت عافيه. هنحط البصل نص بصله. بدأت ما شاء الله تتبل البصلة. هنزل عليها جوز الجمبري عشان احنا بنسوي مرقة بالجمبري. هنحط عرق البقدونس هذا. هنحط معلقة من المأكولات البحرية. بعدين هننزل عليها الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده نحنا هنخليها على النار تغلي تغلي لحد ما تتكون عندنا الشوربه شوربه الجمبري بدون ملح على بركه الله. نعمل البايلا تبعت الجمبري على بركه الله. هنحط الزبده. مع الزبدة هنحط زيت زيتون. هنحط البصل. بصلة طبعا. هنحط الثوم 3 فصوص ثوم عشان حطيتهم بالثلاجة. حطيته في الثلاجة عشان نخلص الباقي لأنه هذه الأكلة أغراضها كثير، فأنا كنت أسوي الأغراض وأحطها بالثلاجة علشان ما تخرب. حطينا الثوم على البصل. بعد ما علينا البصل نحط الفلفل الأخضر في الثلاجة. في الثلاجة الأخضر. بعدين هنحط الجمبري. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الجمبري مش لازم يقعد على النار كتير، هو بمجرد ما يقعد على النار كده حيشف، وما يعني لو حطيناه على النار كتير يعني يضلوا على النار يتسبك بيجلد. فأنا بنصحكم بس تشويحة كده بسيطة. بعدين حننزل عليه الخضار. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. الجمبري هنزل عليه البازيلا كله متلج. شوفوا كيف متلج.
هنزل عليه جزر طبعا كله مقطعه انا وحطاه بالثلاجه علشان ما الحر الدنيا بيدوب عبال ما احضر الجمبري والحاجات هذه. حنحط فلفل ملون احمر واخضر واصفر برضو كله زي ما قلت لكم انا قطعته حطيته في الثلاجة عشان ما يدبل فشوية اخذ برود ثلج يعني صار ثلج شوية. حنحط هنا معانا كمان معلقتين ذرة تعتبر هذه البايلا من الاكلات الاسبانية وهلا جديد يعني من فترة دخلت عنا وصار يعملوها في المطاعم وانا اليوم حبيت اسوي لكم اياها. ما شاء الله تبارك الله المرقة تبعت الجمبري اللي حطينا عليها بقدونس وبصل شايفين هذه حنصفيها الآن نعمل لها مصفاية ببركة الله. ما شاء الله تبارك الله اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. شايفين هذا مرق راس الجمبري انا سويته مرقه عشان احطه على الرز. شوفوا ما شاء الله تبارك الله هنحط حبه الماجي نحط مليح بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد معلقة زي كده نحط عليه نحط الرز بسم الله الرحمن الرحيم طبعا غسلناه نقعناه تقريبا صفيناه نصفي كمان لازم نحط عليه زعفران الأكل هذا يعتمد برضو على الزعفران بيعطي نكهة كتير زاكية. وهنحط مرقة الجمبري اللي نحنا سلقناه بسم الله الرحمن الرحيم. نضيف مية بعد كده زيادة ويكون المية ارتفاعها سنتي بالضبط عن الرز.
يلا الإسبانية. إن شاء الله تنال إعجابكم، لا تنسوا تعملوا لي لايك وتبدوا إعجابكم بهذا الفيديو. بدأ الرز يتشرب المية، مش كله، شايفين؟ بدأ يتشرب المية، لسه في مية، بدأ يتشرب المية. هنصف الجمبري تاني عليه على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد ما صفينا الجمبري كيف حطيناه، صفيناه الجمبري بالشكل هذا، شايفين؟ هنخليه 10 دقائق على نار هادية، نغطيه وبعدين إن شاء الله بنمده لطبق التقديم على بركة الله. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. شايفين كيف؟ شايفين الرزة كيف برزتها؟ اللهم لك الحمد يا رب والشكر. الحمد لله رب العالمين، خلص طبقنا اليوم، وهذا هو الشكل النهائي لبيلا الجمبري على الطريقة الإسبانية. إن شاء الله تنال إعجابكم، لا تنسوا تعملوا لي لايك وتبدوا إعجابكم لهذا الفيديو.